أعلن وزير الخارجية سامح شكري أن الوضع الإنساني في قطاع غزة خطير. جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية لكل من تور وينسلاند منسق الأمم المتحدة الخاص لعمليات السلام في الشرق الأوسط وفيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. أكد شكري ضرورة تكاتف الجهود من أجل وقف الحرب الدائرة وتوفير المساعدات الإنسانية والإغاثية للفلسطينيين في القطاع، محذرا من مغبة التوسع في تنفيذ سياسات العقاب الجماعي والتجويع والحصار بالمخالفة لأحكام القانون الدولي الإنساني، لما لذلك من آثار وخيمة على تدهور الأوضاع الإنسانية للمدنيين.